بدك تبطل تجيب مجلات وجرايد؟ ما حلك تفهم انه ما حدا رح ينشر لك؟ انت ليش بتحبطيني؟ ليش بدل ما تشجعيني؟ على شو بدي شجعك؟ على قلة العقل؟ لا، الموهبة مو قلة عقل. ومن وين بدها تجيك الموهبة؟ من ابوك يلي تجني دشتك العافية، ولا من جدك اللي فرد شقفة؟ ما بصير تحكي على ابي وجدي بهالطريقة، مو حلو بحقك عيني. اخ، عارف بالاول شو عم يعمل جدك وبعدين بتحكي. شو عم يعمل؟ كل شوي بيتصل بالتليفون بيقول تفوق بيسكر السماعة. انا بعرف شو معناتها هالحركات. الصبح زد علبة سردين فاضية من برات البيت علي. طيب شو عرفك انه جدي؟ بركي مو هو. شو ما بعرف صوته انا؟ عم بحكي عن علبة سردين. ليش في غير هالخرفان بيعمل هيك عملة؟ امي جدي فهمنا ليش مزعوجة منه. بابا شو عامل؟ عامل شي؟ ابوك؟ اخ، اصلا ما حدا حارق لي قلبي ومنغص لي عيشتي غير ابوك. ليش شو عامل لك؟ المشكلة انه ما بقدر احكي، لساني ما بيطاوعني. احكي احكي امي احكي. ما بقدر، بيضل ابوك، مو حلو احكي عنه هيك. ما رح اتحرك من هون قبل ما اعرف شو فيه. خلص هلا روح دور، بركي ناشرين لك شي شغله بشي مجله. اتركني لحالي. مالي تاركك، بدي اعرف شو صاير. وبوعدك وعد شرف اني انا ما احكي شي. لما كنت صبيه ببيت اهلي لساتني بنت، كنت احلم بشب مثل الوحش يجي على حصان ابيض والى اخره. لا، يجي يخطبني من ابي مثلي مثل غيري، وبعدين يشدني من شعري وياخذني على بيته. عابس على طول، تطليعته تخليني ارجف رجف، صوته يخلي قلبي يوقف. فهمت، يعني حمش. قاموا جوزوني ابوك، لا بهش ولا بينش. الحق عليك انت يا امي، انت متسلطه عليه. معلش ما تزعلي من الصراحه. انا ما كنت هيك، هو اللي خلاني يصير هيك. صرت عامله بهالطريقه، بركي بيطلع خلقه، بركي بيعصب، بس ما في فايده. شو ما قال له يلي حاضر. بعدين صارت معي عاده. انا متعود اوش على الطاير. يعني بعتمد على الصوت بالنيشاني. اول ما بتفر الفرايه بكون نزلتها. لذلك ما بتفرق معي اذا كان الدنيا ليل. المهم شو عملت؟ اول شيء صحت. مين؟ خفت ليكون انسان عم يرقد، ما بدي احط بني ادم برقبتي. وين صارت هاي القصه؟ هون مو برا. وين هون؟ لك شو تحقيق؟ يحرق اختها الشغله. شو فرق معك انت وين؟ كفي ابو سليم كفي. خلص الطريد. يلا بسرعة، هلا بيجوا يرجعوا لنا الأشاوس وبيفضحونا. وليش حتى يفضحونا؟ ليش شو عملنا حتى يفضحونا؟ بدنا نحضر الأكل. هلا بيجي أبوكي من الشغل تعبان وجوعان، وبيرجع أخوكي من الجامعة عصافير بطنه عم تزقزق، ما هو حق الجوع كافي. هلا أنت موظفة وأنا طالبة، ليش نحن ما بنعصب مثلهم؟ ليش ما بنجوع مثلهم؟ هن رجال ونحن نسوان. وإذا كان طالما الظروف نفسها عنا وعندهم لازم يساعدونا، ولا المرة ما لها حقوق يعني؟ لا تجيبي سيرة الحقوق كتير، كل ما فتحنا تمنا أكتر كل ما قصقصوا لنا جناحاتنا أكتر. نعمة اللي وصلنا لهون. المهم أبو سليم المهم. طلع الصباح تصبحوا على خير، فتحت عيوني لقيت الأرض مفروشة كلها غزلان. كان باقي 20 خرطوشة، عديتهم. بتعرف كم غزال طلعوا؟ كم غزال؟ كل خرطوشة غزالين، قديه بيطلعوا؟ أنت عدهم. يقطع عمرك، لك هي اسمها ندامة الكسعي، دغري فبركتها لحالك. منو هذا الكسعي؟ هذا اللي صاد الغزلان بالقوص. كل شي بصير، بجوز نفس القصة، صايرة معي وصايرة معه، شو فيها يعني؟ هي القصة أنا حكيت لك إياها من 3 أيام، شو نسيت؟ حكيت لي إنه صايرة مع الكسعي؟ إيه. وصارت معي، شو عجيبة يعني؟ لك حاجة تقول لي عجيب وما عجيب. عيب عليك، احترم شيبتك. لك انا شو عملت لك؟
ليش عم تحكي معي هيك؟ رح تصير مسخرة إذا ما بطلت الكذب. شو عرفك إنه أنا كذاب؟ بركي هذا صاحبك الكسعي هو الكذاب. يخرب بيتك، الكسعي له 1000 سنة ميت. الشغلة صارت مرتين بالألف سنة، شو يعني؟ ضروري يكون واحد بيناتنا كذاب؟ رضا، لبقت اللي حكي لي وقف فريد هنا. مرحبا. أهلين بابا. مرحبا. أهلين. شو جاهز الأكل ولا أخذ لي حبة مالوكس مشان قرحة؟ تكي لبين ما تكون غيرت أواعيك. من أنا بدي غير أواعيك؟ شو بدي أكل أنا وبجامتي؟ طيب غسل إيديك. غسلتهم بالشغل. من الشغل لهون صرت دائر 1000 شغلة بيكونوا توسخوا. بتعرفي إذا بيعملوا بطولة العالم باللف والدوران للتغذية الذهبية بدو واخة ما بدوخي. لا تكبر كلام. المخالفة تبع امبارح جبتها؟ الحقيني. هيفا حبيبتي سخني الأكل. يا عيني. كندرة جبت لك. أجنبية؟ طبعا أجنبية لكن وطني. 1000 ليرة دفعت حقها. يسلم. هلأ صار فيك تجهز حالك للمسحة الجاي. إيسيها ما بدك تقيسيها؟ ما بدي إيسها مشان تضل جديدة. صحيح أنت ليش ما بتلبسي الأواعي اللي بجيب لك ياهم؟ تركتهم للمناسبات. وين عم تخبيهم؟ بحبش بالغزالة هذيك اليوم ما لقيت شي منهم. ما رح أقلك سر. لا سر ولا شي، واضحة عم تعطيهم لأمك وأخواتك. أمي وأخواتي مو بحاجتي. لكن وين عم تخبيهم؟ شو تحقيق؟ لك مو تحقيق بس يعني فضول. بعدين بتعرف. طالع من الغسيلات. لك صحيح نسيت لك. اليوم الصبح مريت على البريد حطيت رقمنا على الرقابه، يعني هذا الحقيب اذا اتصل بس القري نقرتين اوتوماتيكيا بينزل اسمه على الكمبيوتر. ان شاء الله يكون هو. الو الو، ما ترد يا حقير. جيهان اكل هوا نزل اسمه على الكمبيوتر. يخرب بيتك ما اخلصك. ما زبطت هيفاء تكون اول وحده بتعرف. يلا قول لامي. ماما ماما بتضلك بتقولي ما في موهبه. ما في موهبه. هي نشروا لي اسمي بالمجله. هات لشو؟ سكي. وين؟ مالي شايفه شيء. هون. ردود سريعه؟ ايه، ثالث اسم تحت تحت. الصديق وليد الكمبوش، القصه التي ارسلتها لنا بعنوان البلديه تحتوي في طياتها على بذور موهبه. عليك الاهتمام أكثر باللغة والحبكة وبناء الشخصيات مع تمنياتنا بالتقدم. شفتي؟ شفتي إنه في موهبة؟ لو في موهبة كانوا نشروا القصة، ما كانوا ردوا عليك رفع عتب. لو ما بدهم يردوا ما كانوا ردوا. صرت بعت لهم 20 قصة ما ردوا. إيه معناتها هلكتهم. قالوا منرد عليه ومنخلص منه. مين قال لك رح يخلصوا؟ هلأ بلش الشغل. ما رح حل عنهم لحتى ينشروا لي. كل يوم بدي بعت لهم قصة. وليد اسمع مني، بلالك هالشغلة. أنا من شانك لك أمي، ما بدي إياك تتعذب. يعني كل مرة بشوفك عم تنبش بهالجرايد نبش وعيونك عم ترغرغ بالدمع لأنه مو موجود اسمك. إيه قلبي من جوا عم يتقطع عليك. إيه معليش. شو يعني؟ إلا ما يجي يوم يصير لي اسم يقتنع بموهبتي. ما هي هون المشكلة. وين؟ ما عندك موهبة. مو بيقول المثل القرد بعين أمه غزال؟ وأنا أمك لازم أشوفك أشطر واحد بالكتابة. بس بقلك إياها بصراحة، موهبة ما عندك. ما بدي كذب عليك وعلى حالي. إيه وأنا رح أثبت لك العكس.
حيك والفرح ما على بيك وهدول العزبوني وهدول المخ شو هاد؟ نعم؟ الله لي يوفيك. لا البنت اللي عرفت انه انا ليش اذا سعاد مو هون ما بتفوت؟ لا برت عمي انا عم بسال اذا مو هون لحتى فوت واذا هون لحتى اهرب عن البيت. اتفضل فوت اتفضل سعاد مو هون. ليش صاير شيء بيناتكم لا سمح الله؟ اخي يا حماتي فريد جارنا بتعرفيه؟ ايه ولا ما بتعرفيه؟ ايه اكيد بعرفه على سلامته ابو قصي. لا على سلامته ولا شيء الله لا يوفقه. ورطني ورطه مع سعاد بدي ضل سنه رائع فيها لحتى تنساها. ورطه؟ شو الورطه؟ خلاني احكي مع طالع نازل وارفع صوتي عليها. لعبها بعيون ولعبها ما بعرف شلون فتلي عقلي. شو فيها؟ الرجال لازم يرفع صوته على مرته بين فتره والتانيه. لا لا مو على سعاد. سعاد اذا رفعت عليها صوتي يوم بدي ضل سنه موطي صوتي قدامها لحتى ترضى. لا تخاف صهري لا تخاف. انا رح اتصل مشان ما تزعل ولا يهمك. دخيلي بنت عمي. لا لا هلا بتصير جريمتي جريمتين. بتقلي فوق كمان ما عم ترفع صوتك علي عم تفسد لامي. لكن شو بدك يعني اعمل؟ ولا شو. الله يبلاني بالموت لارتاح بس. مرات تغديت بالمطعم وما استرجيت روح على البيت. وانا بعد الغدا متعود نام ساعتين. بسموها قيلولي. ابو نورس كمان بينام قيلولي ساعتين دائما. قلت ما معقوله روح نام بجنيني. ابو نورس على فكره بينام بجنيني. ابو نورس بينام مع القرود السود. قلت يا ولد ما إلك غير مرت عمك. روح لعند مرت عمك مثل امك هي. لكن يلي اخذ بنتي صار ابني. فوت على الاوضه الجوانيه وتسطح. اعمل لك شاي ولا قهوه قبل ما امشي؟ ما بدي شيء ما بدي شيء مرت عمي. يسلموا ايديكي. في وحده جارتنا مسكينه مريضه بطلع بساعدها وبتسلى معها وبسليها. بس الله يخليكي اذا اتصلت سعاد انا ماني هون ولا مريت لهون نهائيا. ولا يهمك ما رح تعرف النوب. طيب انا هلا بس في بطبش الباب وراي. وين بدك تروح؟ على القهوه. ما بسترجي روح على البيت اذا انا نمت. الله لا يوفقك يا فريد على هالورطه. يعطيك العافيه معلم. الله يعافيك. هذا انت؟ انا جاي اعتذر عما بدر من رفيقي مشان الكفه اللي سفقك اياها اليوم الصبح. ماشي الحال. على كل شغلتنا فيها سفقوه في كثير. واذا بدنا نطلع بكل واحد مصروف بنمضي عمرنا بالمخفار. لقيت حدا يشتغل معك؟ بلاقي ما في مشكله. طيب انا بشتغل بتوافق؟ وافق. بس لا تعمل لي مثل صاحبك كل ما حكيت كلمة تسفقني كاف. لا لا بس إلي رجاء عندك. تفضل يا أولي. شو شكرا. وشو هو يا رجاء؟ شو بك متلبك أحكي؟ أنت ما بتقلي شي. أنا لحالي بنظف المحل وبعمل قهوة وشاي من غير ما حدا يقلي. وكل ما إجا حدا أنا بضيفه. وبركي انا جاي على بالي اشرب شيء. بتقلي انا قايم اعمل قهوه، انا بقول لك ما بيصير اهلا وسهلا فيك وبقوم بعملها انا. وليش كل هاللفه والدوره؟ شو بتفرق معك اذا قلت لك قوم اعمل لي فنجان قهوه؟ لا بتفرق كثير. انا رجل متقاعد وماني عم دور على شغل مشان المصاري. انا بدي اشتغل مشان يعني اتخلص من الملل، بس بدي كرامتي تضل محفوظه، بتعرف يعني. ولا يهمك، ما حدا راح يقرب صوب كرامتك. أنا قايم أعمل قهوة، بتشرب قهوة؟ لا أنا ما بشرب قهوة غير الصبح، إذا في زهورات أعمل لي زهورات. وبركي تقليد، صايرين عم يعملوا الكنادر هون ويكتبوا عليهم مدين إيطاليا. إيه لو جايبتها من هون معك ها، هي جايبتها من إيطاليا، وهونيك ما في تقليد. شو أخذك على إيطاليا أنت الثانية؟ صار عم تخرطي مثل عمي.
لا هي جايبها جوز اختي، اتصلبت على مرته واخذت لها اياها ب 3500. شو رايك غالية؟ لا ايوه بلاش 3500. جوز اختك عنده شي روح عن قريب لهوني؟ ايه كل اسبوع بيروح. يعني فينا نتغلظ عليه يجيب لي اختها للكندرا؟ ايه خدي هي، انا لسه ما قستها. لا ما بيصير هيك، مو حلوة. لا حلوة، شو رح تغلى عليكي كندرا؟ بوصي انا على وحدة تانية. طيب لحظة لجيب لك حقها. تعي اذا ما معك بعدين باخذ. لا يو شو ما معي، لحظة. يعني ممكن تعطيني مبرر واحد يخليك تشتغل؟ هو مبرر واحد ما في غيره، الملل. طول النهار قاعد بدكانة رضا، يا والله الكرسي تبعه علم بجنابي. شو بدك كان يصير مثل أبو سليم داير على خرط؟ يعني إذا قصة الملل ممكن يلاقي الواحد ألف حل. مثل إيش؟ يعني ممكن مثلا تقعد تكتب مذكراتك. لك إيشو أنا نيلسون مانديلا ولا باتريس لومومبا لحتى أكتب مذكراتي؟ طول عمري بالوظيفة قاعد ورا طاولة خشب عتيقة مهرهرة بين المصنفات والغبر عليها السمك. بصفحتين بكون كاتب مذكراتي بالتفصيل الممل. أما بالضرورة تكتب مذكراتك بالشغل، يعني روحاتك جياتك شو شفت بهالدنيا؟ ليه؟ إيشو أنا ابن بطوطة؟ كل عمري ما طلعت برات البلد غير 3 مرات، مرتين رحت على حلب بمهمة رسمية، والمرة الثالثة رحنا لعند واحد رفيقي على الناصرية، ومن جيرود للناصرية ركبنا على حمار لأنه الطريق ما كان مزفت. طيب شو نوع هذا الشغل اللي عم تشتغله؟ مشرف على مكتب عقاري. شلون يعني مشرف على مكتب عقاري؟ ليش المكتب العقاري شو بده يشرح؟ شو بدك بيشرح هلا؟ ما بدي ادوخ لك راسك، شغلة معقدة. سليم تعال شوف مرتك شو عملت فيني. لا تصرخ يا بي، بسمعك بدون ما تصرخ. لك لو كنت عدوها ما بتعمل فيني هيك. ليش شو عملت فيك؟ لك حطت لي صفط البيت بالفرشه. لا ما هيك عملت، زدت لي بطانيه لقلك لك. ولا شو بدك البطانيه؟ ها لا شو بدك البطانيه؟ بدي نام هون، ما بدي فوت على الغرفه. فار دمي من هالخبر اللي قلت لي اياه، خايف اذا فتت على الغرفه اقتلها وابتلي فيها. ولك ابتلي فيها، لك ابتلي فيها. ولك ابتلي فيها في شلة قلبي. انا اصلا ما خبرتك هالخبرية الا مشان تبتلي فيها. يا فيروز وما بصير نزهق الا بالحق. معقوله يا بي؟ معقوله حط نفس برقبتنا من شان صفط بيت؟ انت رجل مؤمن، اتق الله يا بي، اتق الله. ولك انا ما عم اقول لك بالحق، لانه ما بتستاهل، ما بتستاهل تفصل ايديك فيا. بدك فوت لجوا في الشلة بيعك صفين ثلاثة، خليك تتربى هالبنت الأكاويك، هالبنت النايمة. سوس كرمالي، خلص ما بصير الا على كيفك. أنا بكرة من الصبح ما إلي شغلة، من الصبح أول ما فيه في الشلة. ليش تفش نيعي الصبح؟ ليش ما تفش نيعي هلا مو أحلى؟ سعاد أنا آسف مشان التليفون. كيف بتسمح لحالك تحكي معي هيك؟ بدل ما تيجي دغري وتشوف أبوك شو عم يعمل؟ أنا كنت ناوي هيك، بس فريد ورطني.
ليش انت شو؟ ولد صغير لحتى يورطك فريد؟ ولا اجدب لحتى يلعب بعقلك؟ يخرب بيته، تقولي نايمني مغطنسيا هالحقيق. ما لقيت حالي غير عم يدق الرقم وعطاني السماعة وصرت احكي اللي عم ينقلني اياه. هذا اللي بدي ابتلي فيها؟ قلت لحالي الله يكون بعونك يا سعاد على هالبكش اللي بدك تاكليه على حدك. يا بي كمان انت سعاد ما لك حق تعملي مع ابي هيك. انا اللي بلشت ولا هو اللي بلش؟ زدت علبة السردين من الصبح علي، لو اجت على راسي كانت فجتني. شفت يا بي، لو ما زدت علبة السردين ما كانت سعاد عملت معك هيك. تبيتي وانا حرفي ان شاء الله زدت عليه قنبلة سرية ما حدا له علاقة. ها؟ بيته هو حرفي، ان شاء الله يزتوا عليه قنبلة ذرية ما حدا له علاقة، معه حق. صرنا دافعين له حقه 4 مرات، صار بيتنا، بكفي. ها؟ صرنا دافعين لك حقه 4 مرات، صار بيتنا، بكفي، سمعت؟ ايه سمعت، بس يكون بعلمك من بكره الصبح ما راح اشوف وشي طالما الشغلة هيك. لا يا بي، بوس ايدك مو قصدي هيك. لك انت بلك حكي مع البنوب. روح ولي عليك، لك روح على برطة خليني شد لك الرسم. سعاد خانو نجديله الجنان حرام، ظهره عم يتعب كتير وعم يوجعه من حمل التقيل، الله يكون بعونه. سليم لا ترد عليه، فوت لجوا. طيب هلأ بلحقك. لا تطول، ها بدي كمل حديثي، حسابنا لسه ما خلص. من هون 100 متر بتنفذ على حي القصور، ومن هون 40 متر بتنفذ على البلدية. المتر أخي ب6000 ليرة، وأول فني هان، يعني هيك سعر ما بتلاقيه ولا بمحل. وين هذا البيت اللي عم تحكي عنه؟ بين شارع القصور والبلدية. ديروا بالكم هاي المنطقة رح يمرق فيها شارع، يكون بعلمكم. وشو عرفك انه رح يمر شارع؟ شو انت بتضرب بالمندل؟ لا ما بضرب بالمندل، بس هاي المنطقة عليها مشاكل كتير باعتبار انا كنت موظف بالكاداسترو. بدك تبيعني بيت رايح بالشارع؟ لك اخي الشارع مو مؤكد، لسه مو معتمدينه بالبلدية بشكل نهائي. لا اعتمدوه خلاص، صار لهم 2 سنين معتمدينه. شو رئيس البلدية حضرتك؟ بعدين شو عرفك انه اعتمدوه؟ انا اللي بعرف، هاي الحارة كلها كانت ضمن اختصاصي. عن اذنك اخي. لحظة اخي طول بالك، خلينا نشرب فنجان قهوة. مشروب مشروبي. هلا هيك بدنا نشتغل معك ابو فريد؟ انا عم نبهك مشان ما تتورط. اخي لا تنبهني، انا بدي اتورط. لا تؤاخذني. فكرتك بتعرف القصة. بعرف أكثر منك، شلون ما بعرف؟ لكن ليش المتر ب6000؟ مفكرني غشيم يعني؟ بس هي قلة وجدان. ليك أبو فريد، أنت شغلتك هون قهوة وشاي، يعني أعمالي ما بصير تتدخل فيها. زين، فهمت ولا لا؟ فشرت بنص عينك. بتعرف إذا مخبر الشرطة شو بيسموها هي؟ نصب واحتيال. يا أبو فريد، إلنا أرملة وأيتام، لازم ننفع. وهذا الرجال مقتدر، معه ما بتفرق معه شيء. ما بتنصب على عالم مشان تنفع عالم. فعل الخير ما بيصير بفعل الشر. شو بدك تعمل يا ابو فريد؟ النفس اماره بالسوق. ابو فريد لا تخبر حدا، يعني يكتر خيرك لفت لي نظري وصحيت لي ضميري. الله يكتر من امثالك يا ابو فريد. رد انت على التليفون معلم وانا فوت بعمل القهوه. يلا وداد، كيفك؟ أهلين، ليش هيك عم توشوش وشوشك؟ سألت عن الشرطة شي هون بالمحل؟ لا، ليه بدها تسأل عنك الشرطة؟ عندك للسر مطرح؟ قول. أنا مبارح ارتكبت جريمة قتل. عن جد عم تحكي قصي ولا عم تمزح؟ عن جد شو عم بمزح؟ هلكني، شي بدي أشوفك، شي بدي أحكي معك. مين هاد؟ أنا التاني. لك يا بني آدم عقال، يا بني آدم وداد ما بتحبك، ما كان يفهم. سحبت لك الأخمص طي ورشيته، هلكني. ايه احسن، ريحته من حاله. بس قبل ما يلفظ انفاسه قطف لك هالوردة
وشوش لي بإذني أمنيته الأخيرة. قال لي يا قصي أمانة عليك تعطي هالوردة لوداد. ومات. يسلموا. أنا ما كنت بدي أوصل. أنا ما أحب العنف. بس هو هلكني. لحما أنه كان يفهم ما كان يفهم. يقول لك يا بني آدم وداد بتحب واحد تاني ما بتحبك. منو هاد الواحد التاني؟ منين جبتها هاي؟ هذا خطيبك اللي اجى امبارح وراكي. هذا مو خطيبي، هذا ابن خالتي، اجى لعندي لاشتري هديه لامه لان ما بيعرف ينقي. ها يعني اذا ابن خالتك ما بتحبي؟ اخي برضاعه، ما بقدر حبه الا مثل اخي. العمى غلطت بحقه معناها؟ لمين؟ لابن خالتي؟ لك لا، لانا الثاني. بس مو مشكلة، لسه في أنا الثالث، هذا مشكلته نفس المشكلة، طابس طبسي بنت حرام. أي شو رأيك تشرب لك فنجان قهوة بدال هالحكي المصدي؟ علقت السنارة، طلبت قهوة بلسانة. عادي؟ اثنين قهوة الله يخليك. حاضر. لمين الاثنين؟ إلي وإلك. شكرا، أنا بدي أمشي. معناها ما علقت السنارة. تحت ايدي شقة بالمشروع، اما شو شقة قصر، واذا بدك فيها تليفون بس الصفر ملغي. قديش بالشهر؟ يا بلاش ب 16,000، اما فرشة دوليوكسة ب 12 معلم، ب 12 مو ب 16. ب 16 ابو فريد شلون ب 12؟ شو معلم يظهر انه انت ختيرت مو انا، صايرة ذاكرتك انه ما بذكر انه صاحب الشقة اجى لعندك وقال لك ب 12. ما بده 15 ما حدا عم ياخذها لانه 4,000 ليره بتقص مني. ما بكفيك اجار شهر كامل كمسيوم؟ لك اخي طول بالك لا تعصي، اقعد اشرب لك فنجان قهوه وروي وبعدين بنحكي. مشروب قهوتك. معقول يا ابو فريد انت هل تاني زبون اليوم بفر؟ يعني انا قلت بنبهك مشان ما تتورط معه. يا اخي مو ضروري تنبهني، اهتم بشغلك انت واتركني لحالي. يا حلوه مشانك يعني لما بتنكشف قدامه انك اخذت 4,000 ليره زياده شلون بدك ترجعهم؟ مالك عين؟ أربعة آلاف ليرة زيادة راتب شهر مو قليلة. معلش يا أخي بشو ما كنت أنا غلطان لا تتدخل أنت، فهمت ولا لا؟ اوعى تكون عم تعمل هيك مخصوصة، هذا اسمه نصب واحتيال. مو خصوصي خصوصي، بس إذا زبون مو فارقة معه أنت من شو مزعوج؟ 4,000 ليرة ما بينقصوني. بس بيصير ضميرك بيحكك وبتندم. بعرف واحد ضميره جربان من كتر ما بيبلف عالم، على طول بيحكوا جربان. اللي تقع تبك رقبته الله لا يقيمه. Thank you.
انت متاكد انه كل هالوراء للمعامله؟ يعني مالك نسيان شيء؟ لا. طيب طيب اتاكد بلكي نسيان شيء. لا مو نسيان. ختم بنفسجي دور من شان ما عاد حدا يرجعك كل معاملة. تعرف انه سعاد مخ مخ ايش؟ عطول بتقلي قبال الهدية وانا بخاف، وكل ما حدا حط لي مصاري بالمعاملة برجع لهم ياهو، بس هلا اخذت المصاري وما صار شيء. هات مصاري هات. شو بدك فيه؟ لك شو بدي فيه؟ بدي لحق رجال احياهم يخرب بيتك. لك ما تقول للرجال الفقر ناهي عظامه. طيب انا ما طلبت منه شيء، ما اعطاني اياهم لحاله. كاتلك اياهم هن لانه صرت مرجعه اربع خمس مرات. هتعطيني اياهم مره ثانيه خي لحقوا هلا بدور الرجل بسرعه. خرب بيتك. ولك يخرب بيتك بدك بدك الاولاد يتجوزوا، انت بتجي نعذرها بتهمه الفساد والرشوه يا قليل الضمير. يا طشر عبسوك الله. سعاد بتورطني كل ورطة، سودتني وشي قدام فريد. بسيطة يا أبو سليم، هيك لك. شو فريد لحقته؟ ما لحقته. أنا وصلت لبرا لقيته عم يركب السرفيس، ناديت له ناديت له ما سمع. خلص. مين اللي عليه اللي عملنا؟ خلينا للأسف أنت بسميت ليرة أنا وياك النص بالنص. ما في شرط. أنا بدفعني برا. شو الحكي الفاضي هو؟ أنا بآخذ زمانية برا ولك أنا إيدي قصة من هون وأنا بتبرا. عال عال كثير. معناتها خليني انا اخذ ال 500 ليره كلياتها وخليني افتح عيني هيك قدام سعاد. انا اخذ الليره يلي رحت ترجعها للرجال. اه ايه صح. لا تبعدناه بطريقي، قالوا له علي 500 ليره. الله وقع لك بيطالبني فيها صبح ومساء، سديت له امه. خلص انا بشوفه للرجال بحاسبه فيها. بعدين بدي اقول له هلا سعاد لازم تحترمك لانك ما بتتبرطى. مو تحترمك لانك بتتبرطى. بيت قلبك وبركي قتلت للمخلوقة. إيه لا تخاف، حطيتهم على الواطي، هلا بكونوا وقعوا على رجليها ان شاء الله تنكسر يا رب. تعرف ابو سليم انت عليك مخ مهندس، خرجك هندسة ميكانيك. ما انا كنت هندسة ميكانيك من زماني. شو هالحكي؟ لا هي جديدة علي. ايه وصلت لسنة تانية هندسة ميكانيك وبعدين تركت. ليش تركت؟ لقيت حالي بعرف أكثر من المنهاج لذلك تركت. يلا عن إذنك. عود 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 وين رايح؟ بدي أروح أشوف النتائج. لك احكي لي عن كلية الهندسة. لك بعدين بعدين.
صيف صيف أبو سليم. مرحبا رضا. أهلين أهلين، وينك يا رجل؟ اتصلنا فيك ما حدا رد. من اليوم ورايح ما حدا رح يرد، أيام الحكي ولدت على الناس راحت، لقيت شغل. شغل؟ شغل شو؟ مكتب عقاري إشراف. أما راحت عليك اليوم خرطة من خرطات أبو سليم ما بتتفوت، يا ريتك يا ريتك كنت هون. شو خراط؟ مو طلع مسجل بزمانه هندسة ميكانيك؟ إيه مزبوط، درس سنتين وبعدين فصلوه. يعني ما عم يكذب؟ لا ما عم يكذب، زور شهادة بكالوريا ودخل سنتين للجامعة، بعدين كما شو اللي عم يزور الشهادات واعترف على الكل، ومن ضمن هون أبو سليم. ايه قلعوه من الجامعة وسحبوا الشهادة منه. عود عود ليش واقف؟ لا لا لا، بدي روح السطح لساعة زمان ريح جسمي وارتاح وبعدين بدي ارجع على الشغل. خاطرك. الله معك. رح يجنني أبي، شو بدي أعمل هلا؟ ما بقدر بهديه أبي، ما بقدر أرفع صوتي عليه أبي. أحسن شي سعاد نسكت. لا، يا بترحله من هون يا برحل أنا على بيت أهلي. هالمرة ربط خيط، مرت الجاية بجوز يحط لي لغم، شو بيعرفني أنا؟ طيب لوين بدي رحله؟ ليش في محل رحله عليه؟ لعند أخوك عصام على حلب، مو مجبور أنت تحمل المسؤولية كلها. طيب شو بدي أقول له لأخي عصام؟ تعا أبوك رح يجنني، تعا خده. لك لا، لا تقول له الحقيقة، بيبطل ياخده بعدين. طيب شو بدي أقول له لك؟ خلاص ولا يهمك، من هون للمساء بكون لقيت له تخريجة. ألو ألو، هو عليك يا قليل الترباية، شايفة هالنقرتي؟ ما عاد يتصل بحياته. شو عرفك؟ نزل اسمه على الكمبيوتر، حطيت التليفون على الرقابة. أكل هوا. ضروري تفوق، أنا بدي أعرف إذا وليد رجع ولا لا. لك ليش مالك فاتح التلفزيون؟ أخبار التنتين ونص رح تروح علينا. بتسمع أخبار ثلاثة ونص ما بيروح علي شيء. أخبار ثلاثة ونص بيشيلوا منها الأخبار الغير مهمة. لك إذا مو مهمة ليش لا تسمعها بلا منها؟ ما بيصير يا بنتي، الإنسان لازم يعرف كل شاردة واردة بهالعالم. مبارح سقطت حكومة البيرو، ما عرفنا للمساء. إيه ما بدي أفهم أنا، شو بدك بوجهك؟ بلش النشرة. مرحبا يا جيهان. جيهان خير؟ ليش معصب؟ يعني انت اذا بيعملوا بطوله العالم بالتبذير بتاخذي الذهبيه 520 ليره، الدوره الثالثه طالع علينا الكهرباء 520 ليره، شو بركنا العداد انت؟ شو بشتغل على الكهرباء انا؟ ليش محملني المسؤوليه؟ ما في غير قصي. وين قصي؟ بالمطبخ. ما في حدا بالمطبخ؟ بلا، هلا تركته بالمطبخ. قصي قصي، طالع شوف اطلع، انه ما بتعرف تدرس الا على انغام الموسيقى. 520 ليره سوري طالعه فاتوره الكهرباء من تحت راس مسجلتها. اي طول عمرها مسجلتي خربانه، ما صار لها يومين ثلاثه مصلحتها هيفا. ولك ما بحكي على المسجله، انه ما بتعرف تنام الا والضوء شاعل، ولك كل ابن اطفي الضوء بالمتنام. ماما هلا انا بنام ولسه الضوء شاعل شيء؟ قصي ما بينام الا اذا كان عتمه 100%، ما بينام هو الضو شاعل. معناها ما في غير برشيد باردو، حضرتها ما بتعرف تنشف شعرها الا بسشوار. وليه هيفا؟ تعال شوف تعي. يا بابا يا بابا، انا السشوار تبعي على البطاريه. شو عم تشتبيها وليه؟ في سشوار على البطاريه؟ ايه في سشوار على البطاريه، انا عملته على البطاريه مشان اوفر عليك حق كهرباء. هلا بتوفري علي حق كهرباء وبتدفعي لي ثلاث اضعاف الحق بطاريات؟ لو بتعرف معي بدك لك حاجه صرخوا بقى. بم ما بتعرف تحكم صوت واطيتو؟ ما خليتوني اسمع اخر خبر. ايوه اخر خبر،
هذا هو اللي عم يطالع الفاتورة 520 ليرة، لأنه أنت ما بتترك لا نشرة أخبار محلية ولا فضائية ولا راديو إلا بتقعد تسمعها. من هلا ورايح ما عاد في غير النشرة الرئيسية وبس. سيك هي 600 ليرة وسكر على الباقي. ما فهمت علي أنا، مو مشان المصاري يا أبي. بدي أتفرج على كل النشرات المفصلة والموجزة بمصرياتي. مرحبا مرت أخي. شلونك؟ سلم لي عليها. بتسلم عليك سعاد. نحن بخير. عطيني عصام. مرحبا عصو. كيفك حبيبي؟ خيو بلا طولة سيرة، في موضوع بدي احكي معك بخصوص الوالد. لا لا لا، صحته مثل الحديد والحمد لله، بس حالته النفسية تعبانة شوي. لا يمكن لأنه قاعد بلا شغلة وما عم يغير جو. أنا عم أقول له تاخده لعندك على حلب خليه يغير جو، شو رأيك؟ لا لا لا، تعا أنت خده ولا تقول له أني أنا خبرتك منشان ما يفكر طالع نازل. عمل حالك عتبان عليه، قال ليش ما عم يزورك أو يجي لعندك؟ وإذا رفض يروح خده إجباري لأنه بجوز يخجل. نحن بالانتظار. الله معك. لحظة لحظة عصام لحظة، سعاد بتسلم عليك كتير وهو بيسلم عليك. مع السلامة حبيبي. مع السلامة عصام. لا تطول. ها شو؟ شو قالها؟ جاي لحتى ياخده. ما بقدر اجي هلا. لك جاييني الجماعه بدهم ياخذوا المصاري وشغيلي لهلا لسه ما اجى. لك شلون بدي سكر؟ ما بقدر. اجى اجى الشغيل استناني. مع السلامه. اهلين ابو فريد، ليش لهلا متاخر؟ الله راحت علي نومي. تعرف بعد الغداء حسب قانون أرخميدس لابد من ساعة نوم. سيك أخي هذا الظرف في 25,000 ليرة. رح يجي شخص اسمه حسام أصلع النفاس. بتعطيهم. أنا مضطر أطلع. كيف شكله؟ أصلعاني ونفاس شوي وحالق شعره على الصفر. وشه طحوكي وحلس مليس. ما بيكفي أصلع كمان حالق على الصفر؟ صلعته هو حرفيا، شو دخلنا نحنا؟ نص البلد صلعان. بركي اجاني واحد اصلع تاني وادعى انه له معك مصاري، شو بعمل؟ شوف هويته مو مشكلة. ايه ها هيك، لا بفوت بين قبور ولا بشوف منامات هيتشكوكية. شو قلت؟ هيتشكوكية نسبة لأفلام مخرج الرعب هيتشكوك. شو أبو فريد مبين مثقف سينمائيا؟ لا مثقف ولا علاج. بعرفه من الكلمات المتقاطعة اللي بيحطوها بالمجلات. دائما مخرج أفلام رعب شهير وما بيحطوه غير عثمان العمودي. أنا ساعة زمان برجع إذا حدا سأل عني. يعني شغلة مهمة كتير؟ عندي بيعة بيت يا أبو فريد، إذا زبطت بيطلع لي منها 25,000 ليرة ورح طعميك منها سكرة. باي. الو. ايوه ايوه، ايه نص ساعه الزمان بيجي. ايه مع السلامه. جلنار، هاي جلنار. الحال يا
السيارة هذيك الله يرضى عليك.